خاله ليش تهجرتوا من بلادكم طبيعي؟ لانه تهجم علينا واجى الجيش اليوم. طيب الجيش جاي، ما بقول الجيش جاي يحميكم؟ جاي لشو؟ جاي يحميكم عن قناة سورية، جاي يحمينا، جاي يحمينا، جاي يحمينا، جاي يحمينا، جاي يضرنا، هجم علينا وما خلى فينا ارنب، وصار يهجم علينا وعلى اولادنا وصار ما خلى ارنب فينا، والله وبحزه ما خلى شيء، وكلنا وعرب هدم تهزه، يشهد الله تهزه، ما خلى شيء فينا، والله يوفقه الله يا ربي يعتره بجاه محمد ويعتر اولاده بجاه رب الكعبة. في كانت هلا في بنت صبية واقفة قام هيك وغص عليها وما خلى ارنب فيها، الله لا يوفقه يا رب. واخواتنا ما بنعرفهم لهلا وينهم؟ صار لهم حرام بينين، اولادي بعد بينوا هلا ما بعرف وين اولادي. الله يحميكم. شلون هون الاهالي بحمول يعني يقدموا لكم مساعدات؟ فيهم خير وجيش الحركه، جيش الحر الله يحميهم. الله يحميكم ويفرج عنكم جهنم.